ورحمة الله وبركاته. شوفوا شباب، شو اخباركم؟ معكم محمد من قناة محمد الجيمر. اليوم يا شباب، اول شي شباب لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك، الاشتراك بالقناة، وتفعلوا جرس التنبيهات ليصل كل جديد. طبعا شباب انا عامل جيف اوي 10 دولار لما نوصل قناتنا الى 50 مشترك. طبعا شباب اليوم موضوعنا عن تنزيل كلاش اوف كلانس مهكرة يا شباب، وباخر تحديث تاون هول 12. تمام يا شباب، وفيها التنين الكهربائي يا شباب. طبعا انا حاط لكم الرابط شباب، لا افتح لكم الرابط وارجع لكم. طبعا انا شباب يا شباب عملت مدونة، فاذا حابين انزل شرح كيف انشاء مدونة بنشئ لكم. طبعا هذا هو الرابط يا شباب، نحط على انا لستو برنامج روبوت، وبعدها بس حط لكم علامة الصح، تكبسوا على كليك هير تو كونتينيو، بعدين هنا ننتظر 10 ثواني، وبعد انتهاء 10 ثواني نضغط على جيت لينك، وسوف تطلع لنا هذه المدونة. طبعا هون شباب هاي كلاش كلانس ماكر، وهون قناتي. طبعا شباب لا تشتركوا قناتي، تضغطوا على الزر الاحمر، اضغطوا على المدونة، تلاقون رابط قناتي تضغطوا عليها، تعملوا انا لست برنامج روبوت، وتنتظروا 10 ثواني تضغطوا على جيت لينك، بعدين هنا نضغط على كيتوين، نرجع نضغط على كيتوين، بعدها رجعنا لكم يا شباب وحليت المشكلة. طبعا تضغطون الى هنا، تضغطوا على هذا الرابط. طيب يا شباب تضغطون هنا ضغطة مطولة لانه ما ادري ايش ما يفتح، تعملون هيت. الو طيب تعملون هيت، تعملون نسخ وتروحون على كروم وتعملوا جيت لينك. رجعنا لكم يا شباب، قلنا لكم نضغط هيت، بعدين ننسخه للرابط، نروح بعدين نكتب ان لست برنامج روبوت، وتنتظروا 10 ثواني ثم تضغطوا على جيت لينك، ولا يحولكم للميديا فاير، وتكتبوا داونلود وراح تتحمل معكم يا شباب. الى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الحلقة، لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب، ومع السلامة شباب. اتسوا اشتراكه 50 مشترك نريد، ولا تضغط سبسكرايب، اضغطوا على المدونة وحطوا هنا على رابط قناتي منه، بعدين ترجعوا من هنا تنسخوا للرابط هذا، تنسخوا نسخ يعني عادي نسخ، وتروح على كروم وخلاص يا شباب. وهنكون سنة الحلقة، مع السلامة.